المنهج بتاعنا كان المحاضرات اللي احنا شايفينها هنا، كان اول حاجه بدانا بمقدمه لعلم الفلويد ميكانكس، بعدين اتكلمنا على الفلويد بروبرتيز وكان من ضمنها اليونتس، وبعدين اتكلمنا على الضغوط اللي بينشئها او بيتسبب فيها مائع ساكن. خدنا امثله كتيره زي خزانات ميه، زي ميه قدام سد، وشفنا قد ايه الميه ديت بتسبب بريشر سواء في الاتجاه الرأسي لتحت او في الاتجاه الجانبي، وخدنا مع بعض المعادلات اللي حسبنا بيها الضغط الناتج عن الماء الساكن. ومن الضغط دوت انتقلنا بعديها ان احنا ندرس الفورسز الناتجة عن الضغط دوت في الشابتر اللي هو كان هيدروستاتيك فورسز. بعديها انتقلنا للموضوع اللي كان في المحاضرة الخامسة اللي هو الطفو واتزان الأجسام العائمة على وجه المية أو حتى المغمورة وتطبيقاته الكتيرة، وشفنا سفن وشفنا نقل حتى بلوكات خرسانة، ودرسنا ساعتها مع بعض إزاي نقدر ننشئ سيستم متكون من جزء طافي وجزء مغمور بحيث السيستم ككل يبقى إيه متزن يعني. وبعديها درسنا سلوك الفلويد لما يكون محطوط في زي بوكس متحرك، كان اسمه فلويد ان ريجيد بادي ان موشن. شفنا حالات ان مثلا فلويد جوه تانك، عربيه تانك متحركه، شفنا حاله ان مثلا مجموعه يعني فلويد محطوط في عبوه بتتحرك راسيا او افقيا. من الريجيد بادي اوف موشن دوت هنبدا النهارده الامثله بتاعتنا، بس تعالوا نكمل مع بعض الكورس بتاعنا محتوياته وعناوينه ايه. بعديها انتقلنا لدراسه الفلويد ميكانكس اللي هو كنا الفلويد كاينماتكس اللي هو فرع من الفلويد ميكانكس، بيختص بدراسه حركه الموائع بس من حيث الحركه بغض النظر عن الفورسز اللي متسببه في هذه الحركه. بعديها رحنا على الفلويد انرجي ومعادله برنولي اللي بندرس فيها الانرجي او الطاقة الكلية اللي عند المائع في اي مكان، وشفنا مكوناتها المتعددة، شفنا الجزء الخاص بالبريجر والفيلوستي والبوتينشال. وبعدين كان اخر حاجة شفنا تطبيقات على معادلة برنولي ديت، زي مثلا شفنا الهيد لوسز، شفنا خروج المية من فتحات، وتطبيقات تانية كتير خدناها مع بعض. تعالوا نبدأ زي ما قلنا بالموائع. احنا طبعا هنا قلنا قبل كده ان الشابتر ده هو الشابتر الانتقالي او الموضوع الانتقالي ما بين موائع ساكنة بالكلية وموائع متحركة، فكان الانتقال هنا ان المائع مثلا في الصورة اللي قدامنا موجود جوه عربية نقل مية او بنزين. المائع في حد ذاته مفيش حق يعني، هو مش متحرك، مش منساب، مش زي كان ان هو في نهر او في بايب، هو ساكن، لكن العربيه اللي هو فيها هي اللي متحركه. معانا هنا مثال، الصوره اللي على الشمال بتورينا عربيه لنقل خزان ميه. العربية طبعا قدامنا متحركة من اليمين للشمال، مدينا الأبعاد بتاعتها المختلفة اللي هي فعليا أبعاد الخزان. عندنا الطول بتاع الخزان 8 متر وارتفاعه 2 متر، والعربية ماشية بسرعة 4 متر على الثانية تربيع. في الحالة ديت يعني احنا واخدين بالنا ان طالما اليونت متر على الثانية تربيع، اذا دي هنا مش بنتكلم على سرعة. لو كانت سرعة كانت هتبقى متر على الثانية، فكون ان هي على الثانية تربيع ده عجلة. واحنا طبعا فاكرين ان كان العنصر الاساسي اللي بيسبب تغيير في شكل الميه اللي منقوله بالانريجيد بادي هو العجله وليس السرعه. بمعنى لو انت يعني بتحل مساله ولقيت الجيفن بتاعك هو السرعه، ان العربيه ماشيه بسرعه مقدارها كذا وكان مفيش عجله، اذا ساعتها سطح الماء مش هيبقى متحرك، هيبقى ساكن. في المسألة هنا عايز يعرف الهيد بتاع المية عند الأربع نقط الأطراف الأربعة دول اللي هم الأربع أركان بتوع التانك. لو بصينا على الصورة اللي على اليمين بتوضح لنا حاجة،
اللي احنا كنا درسناه قبل كده، ان في حالة ان الخزان او العربية تكون مفتوحة من فوق، لما بتتحرك بيحصل اختلاف في سطح المية، ان هو ما بيبقاش افقي، بيحصل تغير يعني كبير في السطح بتاعها، وبيبقى يعني لو العربية طالعة لقدام بيبقى المنسوب بتاع المية اعلى ورا، بينما العربية لو الاكسلريشن بتاعها دي اكسلريشن يعني العربية بتقف، لقينا ساعتها ان هيحصل ارتفاع لسطح المية من ناحية القدام ناحية السواق. فبما ان العربية اللي معانا في المسألة هنا متحركة بتزيد سرعتها، عرفنا منين؟ عرفنا ان العجلة هنا قيمتها موجبة. لو كان القيمة بتاعت العجلة سالبة كنا هنعرف العربية بتقف، وساعتها كان هيبقى المية بتتحرك يعني بتعلو من الجزء اللي على الشمال مش الجزء اللي على اليمين. فلو بصينا هنا المسألة اللي معانا محتاجة برضو حتة كده تخيل بسيطة، ان التانك ده مقفول، فبالتالي مفيش فرصة ان سطح المية يرتفع في سواء في الجزء الاولاني او يعني الاول العربة او اخرها، ولكن كون ان هو التانك مقفول مش هيمنع ان يحصل بريشر ناتج، يعني انت يعني صحيح المية بتحاول تطلع والتانك قافل عليها، لكن ده هيسبب وجود ضغط. الفكرة هنا ان المية incompressible يعني غير قابلة للانضغاط، فبالتالي هيحصل عندنا الشكل اللي على اليمين اللي احنا شايفينه ده، اللي هو هيحصل فيه يعني تغير في شكل الضغط، اللي هو بنفسه الوضع اللي كان المفروض يبقى سطح المية عليه لو كان مفيش غطاء للتانك. تمام؟ فبيقول لك هنا ايه، لما العربية بتتحرك السطح التخيلي بيكون زي اللي احنا شايفينه ده، يعني الشكل المثلث ده السطح التخيلي لسطح المية لو كان مفيش ضغط. بيقول لك احنا عايزين نعرف ال H هنا ديت، نعرفها ازاي؟ احنا هنا عندنا عدد من المعادلات خدناها مع بعض قبل كده في المحاضرة بتاعت هذا الدرس. عندنا المعادلتين الرئيسيتين اللي احنا شايفينهم دول، الضغط عند النقطة 2 اللي هي يعني بصوا، الضغط عند نقطة بيساوي الضغط عند الأخرى زائد عجلة الحركة على عجلة الجاذبية في جوم السائل في طول المسافة ما بين النقطتين اللي هي 2 و1. طيب أنا دلوقتي لو أنا مش عارف فين 2 وفين 1، يعني أنا الأسامي عندي A وB وC وD، طب فين 2 وفين 1؟ بالعقل كده أنا دلوقتي عندي خلاص أنا فاهم، بما إن العربية بتطلع لقدام إذا هو ده الشكل بتاع سطح المية اللي أنا متوقعه. طيب يبقى في الحالة ديت يا ترى الضغط هيبقى أعلى عند النقطة A ولا عند النقطة B؟ إحنا عارفين إن الضغط طبعا بيبقى ضغط يعني رأسي نتيجة عمود المية، الارتفاع بتاع المية اللي فوق. فأنا دلوقتي لو عندي النقطة A والنقطة B، يا ترى الضغط هيكون أعلى عند أنهي فيهم؟ عند النقطة دي ولا النقطة ديت؟ وبالتالي أنا هرجع أبص على القانون تاني، يا ترى أنا عندي لو أنا بدرس النقطة A والنقطة B أو النقطة دي والنقطة دي وسي، أي نقطتين على نفس المستوى، يا ترى أنهي فيهم ضغطها أعلى؟ الحقيقة أنا أقدر أتخيل إن أنا هنا التعويض بتاع القانون دوت، إن الضغط عند النقطة اللي على اليمين بيساوي الضغط عند نظيرتها اللي على الشمال زائد الفاكتور أو الضربية اللي قدامنا دي. سبب كده ان المية بتطلع من ورا. القانون التاني اللي معانا اللي احنا برضو خدناه في المحاضرة، هو بيقول لك ايه، ان يعني H2 ناقص H1 على L، يعني بيقول المنسوب هنا ناقص المنسوب عند نقطة ناقص المنسوب عند التانية، او ارتفاع المية عند نقطة ناقص ارتفاع المية عند التانية مقسوم على المسافة بينهم، هو بيساوي العجلة بتاعت حركة العربة مقسوم على عجلة الجاذبية الارضية. القانونين دول كنا خدناهم قبل كده مع بعض واستنتجناهم. لو حبينا نروح بقى للتطبيق، عايزين نطبق في المسألة اللي قدامنا. أنا دلوقتي عندي H2 ناقص H1 اللي هو القانون دوت، تمام؟ لو جينا نعوض فيه بالنسبة للمعطيات اللي عندنا، أنا هعوض فيه ما بين النقطة B والنقطة A مثلا.
فانا عايز اعرف الارتفاع الايماجينري بتاع السيرفس دوت، عايز اعرفه هو مقداره قد ايه. فانا هاجي في المعادله هقول يبقى انا اذا عندي الاتش اللي انا بدور عليه، بما ان انا بقارن النقطتين دول ببعض، فاذا انا مفترض ان اتش عند النقطه ايه بتساوي صفر. يبقى انا عندي اتش هنا ناقص اتش دي، اتش بي ناقص اتش اي على المسافه بينهما اللي هو المجموعه دي، التعويض بتاعها هيبقى ان اتش هنا ناقص صفر على المسافه اللي هي 8 متر. تمام، دي بتساوي ايه؟ خدنا ان هو بتساوي عجله الحركه على عجله الجاذبيه، هنعوض فيها، نعوض في المعادله البسيطه دي تعويض مباشر، هيطلع لنا ادي ارتفاع الميه الافتراضي جوه العربيه عند النقطه بي. طيب المساله كانت عايزه تعرف ضغط الميه او ضغط السائل على الاربع اركان المختلفه للخزان بتاع العربيه. طيب انا عندي الضغط بيساوي ايه؟ خدناه قبل كده ان الضغط بيساوي جاما بتاعت السائل مضروب في الاتش بتاع ارتفاع الفلويد عند النقطه اللي احنا بنقيس عندها الضغط. فلو بدانا بالنقطه ايه لانها اسهل واحده، اسهل واحده ان مفيش عندها ارتفاع مثلث، هي تقريبا كانها على الوش يعني. فانا في الحاله دي عندي الضغط بتاع الفلويد عند النقطه ايه بيساوي جاما للميه مضروب في اتش. بما ان انا عند النقطه دي ما عنديش اتش لانها نهايه المثلث، يبقى انا ساعتها الاتش عندي بتساوي صفر. لما هضرب الاثنين في بعض هيطلع لي ان الضغط عند النقطه ايه بيساوي صفر. تمام، طيب نرجع بقى للمعادله اللي كانت معانا. انا عايز اعرف الضغط عند النقطه بي، الضغط عند النقطه دي هنعوض بنفس القانون وهنقول يبقى هو بيساوي الجاما مضروبه في الاتش، اتش اللي معانا هنا. لما هنعوض الاثنين ضربهم في بعض هيطلع لنا تقريبا ادي الضغط عند النقطه بي بيساوي القيمه اللي قدامنا في المعادله دي. جميل كده، احنا عرفنا الضغط عند النقطتين اللي على التانك من فوق. بعديها احنا مطلوب نعرف الضغط عند النقطتين اللي تحت. انا دلوقتي الضغط عند النقطة سي او دي اقدر اعرفه ازاي؟ نلاحظ طبعا ان انا بالفعل دلوقتي بقيت عارف الضغط عند النقطتين اللي فوقيهم A و B. يبقى لما اجي انتقل الى النقطتين اللي تحت كل اللي مطلوب مني اعرفه ان انا ابقى اجمع الضغط بتاع الفلويد في ال 2 متر دي على الضغط اللي كان عندي من فوق. فلو جيت ابص عند الضغط عند سي هيساوي جاما في الاتش تي، الاتش تي اللي هي اللي احنا حسبناها من شويه، تمام، زائد الاثنين دي. طيب نلاحظ يعني لو حد عايز يستنبط حاجه من اللي احنا بنقوله دوت، حاجه تساعده في المسائل بعد كده، في المسائل اللي زي ديت بشكل عام هو هنا طالب منك اربع مطلوبات، اربع حاجات عند اربع نقط اي وبي وسي ودي، واحنا احرار في اختيار هنبدا بانهي نقطه الاول. الحكمة تقول إن أنا أبدأ بالنقطة الأسهل. ليه؟ لأن في علاقة ما بين الأربع نقط، يعني المعلومة بتاعت أي واحدة فيهم بتساعدني أعرف النقطة اللي بعدها. فأنا لما أبدأ بالأسهل زي هنا لما ببدأ مثلا بالـA سهل بعد كده أنتقل إن أنا أعرف الـD أو الـB. تمام؟ فعلشان كده ده الترتيب اللي إحنا مشينا بيه، والفكرة دي هتساعدنا بعد كده في حاجات كتيرة، وممكن إن شاء الله نلاقي حتى مثال أو اتنين معانا هنا في البرزنتيشن، ساعتها إن شاء الله هفكركم أقول لكم نفس فكرة الترتيب الاختيار بتاع الحل بناء على الاسهل. اخر حاجه هنا هي دي مش ايه معذره يعني. فالضغط عند دي بيساوي جاما في اتش، ادي الجاما وادي الاتش اللي معانا اللي هي ال 2 متر، هنا عندك ال 2 متر بس، فبيطلع عندي الضغط. تمام، ادي الفروق ما بين الضغوط الاربعه اللي كانت مطلوبه معانا. معانا هنا مثال تاني. لو انا معايا عندنا يعني هنا زي نافوره بتاعت لشرب المياه يعني. تمام، الفتحه بتاعت الحنفيه اللي فيها 2 مللي. تمام، بيقول لك لو المياه احنا عايزينها تخرج من الحنفيه هنا بشكل لامينر لتسهيلا للشرب، يعني هي لو المياه احنا طبعا هنا نلاحظ في المساله احنا بترجعنا للتايبس اوف فلو. فاكرين لما كنا بنقول ان يونيفورم او نون يونيفورم، تيربلنت او لامينار او الاشكال المختلفه دي؟ فيما يخص هنا هو هنا بيقول لك ان عايز الفلو لامينار.
نفتكر مع بعض كان ايه الفرق، يعني ايه البدائل لامينر ولا ايه؟ هنلاقي ان احنا كان عندنا لامينر قصادها تربلنت، وكان في حتى يعني حالة انتقالية ما بين الاتنين. وقلنا ان اللامينر بيبقى المية شكلها فيها يونيفورم. حتى لو حد فينا دلوقتي عمل سيرش في جوجل على لامينر فلو هيشوف مية شكلها ماشية منسابة زي كده، لما حد يفتح الحنفية بس بدرجة بسيطة تلاقي المية نازلة كده كأنها يعني عمود مية ما فيهوش أي اضطراب. فبما إن ديت مخصصة للشرب يعني، فهم مش عايزين إن المية لما تطلع يعني تتبعتر كده يعني إيه ترش في وش الناس، فعايزينها تطلع لامينر فلو. فهو بيقول لك في هذه النافورة المخصصة للشرب القطر بتاعها 2 مللي، علشان نحافظ على الفلو لامينر، ايه اقصى سرعة للمية؟ يعني طبعا سرعة المية دي بتيجي نتيجة ان هم بيحطوا بمب تحت النافورة او يعني وسيلة معينة لرفع المية. فهو بيقول لك ايه اقصى سرعة ممكنة بحيث نحافظ على الفلو لامينر. ساعتها بقى طالما احنا شفنا مسألة زي كده محتاجين نستعيد القوانين بتاعة اللامينر فلو. احنا خدنا مع بعض حاجة اسمها رينولدز نمبر، وقلنا ان الرقم دوت يعني ليه معادلة اللي احنا شايفينها، لما بنعوض في المعادلة بيطلع لنا رقم. الرقم ده هو اللي بيقول لنا ان الفلو ده لامينر ولا تربلنت. المعادلة بتاعت الرينولدز نمبر زي ما احنا شايفين هي موجودة بصورتين، الاثنين واحد متساويين، الاثنين نلاحظ فيهم السرعة والديامتر بتاع مرور المية، تمام؟ الفارق بس هو الكيناماتيك فيسكوستي والديناميك فيسكوستي والرو، بنختار انهي فيهم. الرينولدز نمبر هو يعني لو نفتكر كان عبارة، لان هو بيعبر عن مدى يعني ان الفلو متماسك او يعني اقرب ما يكون للاستمرارية بتاعت فلو العسل او التراب بتاع العكس بتاعه المية مثلا، فهو بيجي نتيجة الانيرشيا فورس مقسومة على الفيسكوس فورس. كنا خدنا جدول، الجدول ده بيوضح لنا قيمة الفيسكوستي بتاعة المية سواء كانت كيناماتيك فيسكوستي أو ديناميك فيسكوستي، ديت الكيناماتيك وديت الديناميك. ونلاحظ إن الجدول بيجيب لنا اللزوجة بتاعة المية كدالة في الحرارة، في درجة الحرارة. إحنا لو حبينا حتى نسأل نفسنا، هي الحرارة لما تزيد اللزوجة يحصل لها إيه؟ بالظبط. انا يعني متخيل كده كل ما حراره المائع تزيد، انا لو سخنت يعني لو عسل انا فتحت البرطمان ومش عارف اقلبه بعمل ايه، بسخنه شويه او ادفيه او احط عليه ميه سخنه، الحراره لما هتزيد عليه ده هيقلل اللزوجه وبالتالي يسهل الحركه بتاعته. في احيانا كثيره لما بتيجي مساله زي دي في امتحان ما بيجيش، يعني انا عشان احل المساله دي لازم ابقى عارف مثلا الكيناماتيك فيسكوستي بتساوي كام. طب هي ما بتبقاش معطاه، يعني لاحظ هي مش جيفن في المساله. في الحاله دي بيبقى انا دايما عليا ان انا ابقى حافظ واحده، يعني بشوف كده درجه حراره وبحفظ الرقم المناظر ليها، وبقول ان انا بفترض ان هذه النافوره في درجه حراره كذا، وبالتالي يبقى الفيسكوستي الكيناماتيك فيسكوستي بتساوي كذا. لو بصينا هنا هنلاقي قلنا ان درجه حراره مثلا 20 عندها الفلو بيبقى واحد، بس نلاحظ طبعا ما ننساش ان مضروب في 10 اس ناقص 6، يعني هي مكتوبه فوق مره واحده لكن هي مقصود بيها لكل الايه السطور. فايا كان فاحنا ممكن مساله هنا نقول اسيوم ان درجه الحراره هي مثلا، احنا هنشوف ان هي ال 20 واحد وكسر وال 30.8 درجه حراره الهواء الطبيعي او الميه الطبيعيه بتبقى ما بين 20 و30، ده في حاله يعني عشان تبقى مستساغة للشرب. فأنا ممكن تسهيلا يعني أقول أفترض مثلا درجة حرارة 20 أو 22، وبالتالي هاخد الكينيماتيك فيسكوستي بتساوي 1 × 10⁻⁶. نلاحظ إن إحنا اخترنا الرقم السهل، ما اخترناش مثلا درجة حرارة عالية فيبقى الرقم ده ممكن ننساه. فإحنا لما هنفترض درجة حرارة 20 مثلا أو 25، ساعتها نقدر نقول ببساطة إن الكينيماتيك فيسكوستي بيساوي 1 × 10⁻⁶ متر مربع على الثانية. لو بصينا هنا هنلاقي ان احنا عوضنا في المسألة، اخترنا طبعا الفي دي على الكيناماتيك فيسكوستي لانها اسهل. فنلاحظ حاجة احنا يعني لازم نبقى عارفين،
ان الوحدات بس. احنا هنا بصوا الكينماتيك فيسكوستي كانت الوحده بتاعتها متر مربع على الثانيه، يعني متر، يعني انا لما هاجي احط اي حاجه تانية في المعادله لازم تبقى متر. فاذا انا لما يقول لي ان القطر بتاع البايب بتاع الحنفيه 2 مللي، ما ينفعش اعوض في المعادله ب2، كده الرقم هيطلع غلط تماما. تمام؟ فانا بما ان الفتحه قطرها 2 مللي، يبقى طالما هعوض في المعادله دي يبقى احولها لمتر، فتبقى الرقم زي ما احنا شايفين كده 2 من 1000، ده 2 من 1000 يبقى متر. كويس؟ والسرعه هي المجهوله، والكيناماتيك فيسكوستي قلنا ان هي 1 في 10 اس ناقص 6. كويس؟ انا دلوقتي الكلام ده كله بيساوي رينولدز نمبر، وبما ان انا عايز اوصل ان الفلو يبقى لامينر، فانا هساويها بالقيمه بتاعت رينولدز نمبر القصوى لللامينر. احنا عارفين ان الرينولدز نمبر لغايه 2000 الفلو ده لامينر، بعد كده بيبتدي مرحله اضطراب، وبعدين بيصل انه بيبقى تربلنت. فانا هنا هساويه بال 2000 اللي هو الحد الاقصى، وبالتالي هعرف السرعه القصوى اللي هي عندنا بتساوي 1 متر في الثانيه، هي اقصى سرعه مسموح بيها لهذه النافوره علشان نحافظ على الفلو لامينر. نشوف مساله ثانيه. بيقول لك هنا ايه؟ الفلو، بص يعني حاجه برضو المساله ساعات بيبقى فيها وصف مش هيفرق مع اللي بيعوض في المعادله، لكن المساله في مسائل كتيره بتتصاغ وبتتكتب بطريقه انها تبقى اقرب لمشكله هندسيه. تمام؟ فلما هنقرا هنا هنلاحظ ان في وصف كده ممكن نقول هو ايه لازمته، مش هيفرق معانا في الحل. هو فعلا مش هنستخدمه في التعويض في المعادله، لكن ده بيخلي المساله اقرب انها تكون مشكله هندسيه. فبيقول لك هنا الفلو ان وايد تايدال شانل، يعني هو بيقول لك يعني قناه جنب المحيط او جنب البحر بتستخدم لان يبقى في، يعني كانها بتصرف او بيصرف اليها التايد اللي هو المد والجزر، يعني المد بتاع المحيط يعني او البحر. كل ده انا في الاخر عايز كلمه شانل، يعني قناه، انا يعني الوصف دوت انا شانل. فلو ما خدناش بالنا ممكن واحد يخش يتوه في الكلمات دي، يعني يحس ان هو مش فاهم او مش عارف يحل المساله. لا، انت بتقرا المساله حتى لو فيها حاجات هي وصفيه، انت في الاخر اي مساله بتقراها بتدور فيها على المعلومات اللي تهمك اللي هتعوض بيها في الحل. غير كده انت ممكن تتوه وتفضل فاكر ان في معلومه انت ما استخدمتهاش او مش مهمه. لا، يعني تجنب هذا الامر. نبص المساله، بيقول لك الفلو ان وايد تايدال شانل سيبريتنج اباك باي فروم ذا اوشن. تمام؟ يعني بيقول لك ان هي قناه عريضه بتفصل ما بين خليج والمحيط. تمام؟ كل ده انا يهمني منه كلمه شانل. بيقول لك مي ابروتش 75% متر على الثانيه، يعني بيقول لك يعني القناه دي مسموح ان الفلو فيها يبقى 3 ارباع متر في الثانيه. وبعدين بقى بيقول لك ان القناه ديت العمق بتاعها 6 متر. تمام؟ بيقول لك ايه هو رينولدز نمبر والفرود نمبر للفلو. برضو احنا لسه في نفس الموضوع، لكن احنا هنا بنتكلم على مش بقى فتحة يعني نافورة، لا احنا بنتكلم على قناة بتستخدم لتصريف مياه كبيرة. القوانين بتاعتنا هي هي، فده القانون بتاع رينولدز نمبر وده بتاع الفرود نمبر. هنستخلص من المعادلة او من الديسكريبشن بتاع السؤال ان احنا معانا السرعة، احنا طبعا هي دي المعادلة اللي معانا، فاحنا عايزين نطلع من المسألة البارامترز بتاعتها عشان نعوض. تمام؟ نلاحظ ان هو بيقول لك هات لي رينولدز نمبر، يعني ده المطلوب. فاذا انا مفروض اطلع من المساله الاربع مجاهيل دول او افترض الحراره، وبالتالي انا ابقى عارف الباقيين، يعني او استيميت الباقيين. هكذا بتحل المسائل من النوعيه دي. فانا هنا عندي السرعه بالمساله وعندي ال. نلاحظ بقى حاجه هنا، هوت كنا حاطين دي، ماشي، الدي هنا هو الدايمتر بتاع البايب، لكن في المساله بتاعت رينولدز ديت لما بتيجي على شكل تشانل بيبقى الدبس في الحاله ديت هو دوت اللي بيستخدم، او ال هنا هي الدبس بتاع يعني
او هنا بيقول لك 6 متر ديب، هو دوت اللي بيستخدم نظيرا للدايمتر بتاع البايب. تمام، فهنا ال L بتساوي دي بتساوي 6 متر. هنفترض ان درجة الحرارة 20 درجة سليزيوس، وبعدين هنا في هذه الفرضية هيطلع لك الرو والميو. انت زي يعني ممكن نستخدم المعادلة اللي فاتت، بنفترض ان الحرارة 20 او 25 ويطلع منها الكينيماتيك فيسكوستي، بدل ما تطلع الرو والميو نفترض الكينيماتيك فيسكوستي اللي هي 1 في 10 اس 6. انا بس حبيت احط لك الاثنين يعني عشان تبقى احنا شفنا الحاجتين مع بعض. بنعوض في المعادلة. تمام، قدامنا هنا مثال للأرقام باليونتس بتاعتها، وبعدين نحط السرعة ونحط الدبس، طلع لنا هنا الرقم دوت بتاع الرينولدز نمبر. تمام، فاكرين احنا لما كنا بنتكلم على النافورة من شوية كان الرقم وصلناه ل 2000 عشان نحافظ على اللامينر. الرقم اللي احنا شايفينه قدامنا 4.5 مليون. ده ياخدنا بقى ان احنا نسال نفسينا سؤال، انا المفروض اعلق يعني، انا لو عايز احل مساله وابين للي بيراجع ان انا فاهم، بعد ما بيطلع الرقم بتاع الرينولدز نمبر بقول له يبقى الفلو ده نوعه ايه؟ مع الرقم ال 4.5 مليون يبقى انا اذا متوقع الفلو. السؤال بقى لامينر ولا تيربلنت؟ خلينا نشوف. بعدين المطلوب الثاني كان الفرود نمبر، ديت قدامنا القانون بتاعه في على جذر جي دي. بعوض انا معايا الفيلوستي والجاذبيه والدبس، بعوض فيها بيطلع لي 0.098. بالنسبه للرينولدز نمبر الرقم الكبير ده معناه ان الفلو تيربلنت، وبالنسبه للفرود نمبر الرقم اللي طالع دوت اللي هو اقل من 1 من 10 معناه ان الفلو سب كريتيكال. معانا هنا مساله ثانيه، مسألة اللي معانا هنا من فئة المسائل بتاعت الـ continuity equation. تمام، اللي احنا شايفينه هنا كما لو كان يعني خزان او غرفة بيخش لها يعني متصلة بثلاث مواسير. في هنا بس عندنا يعني ايه حتة محتاجة ننتبه لها في المسألة. انا هنا عندي حتة محتاجة انتبه لها في المسألة، ان انا عندي ثلاثة بايب. نلاحظ ان انا عندي سهم هنا بيقول لي الميه داخله للشامبر دوت، الغرفه دي اسمها شامبر، وعندي سهم هنا بيقول لي ان الميه خارجه. نلاحظ ان في ثلاثه دي ما عنديش سهم اصلا. كويس، انا هنا يعني وهنلاحظ دي بقى في نص السؤال. السؤال بيقول ان انا عندي شامبر زي دوت، السكشن واحد يقصد بيه المدخل بتاع الميه، بيقول لك ده في تصرف ميه داخل ليه مقداره 3.1 متر مكعب في الثانيه. سيكشن 2 اللي هو ده بيقول لك الديامتر بتاعه، يعني هي بايب الديامتر بتاعها 30 سنتي، والميه اللي خارجه. ونلاحظ يعني بنبه هنا يعني ان الفلو اوت از كذا. ليه كلمه فلو اوت؟ فلو اوت نلاحظ السهم ان هو خارج. تمام، بينما ديت هي فلو ان. كويس، المسائل اللي هي الكونتينيوتي دي من المهم جدا في الحاجه زي كده، نبقى عارفين الميه داخله ولا خارجه من كل بايب. طيب بيقول لك ايه الفلو اوت من هنا 2.5 متر على الثانيه افريج فيلوستي. نلاحظ حاجه، يعني هو هنا في واحد ادانا الديسشارج، بالنسبه لاثنين ادانا معلومتين، ادانا الديامتر وادانا السرعه. طبعا اللي احنا دارسين وفاهمين ان الديامتر والسرعه يبقى كده كانه اداك الديسشارج برضو. تمام، احنا عارفين الديسشارج هو المساحه في السرعه. يبقى انا هنا افكر في المساله دي ازاي. انا دلوقتي كده انا لسه ما كملتش، بس بدات احط تصور. عندي غرفه متصله بثلاثه بايب، اداني للبايب الاولاني الديسشارج اللي خارج، ويعتبر اداني للبايب الثاني الديسشارج اللي خارج، اسف اداني الاولانيه اللي داخل والثانيه اللي خارج. يبقى انا اذا اخمن ان هتبقى المساله متعلقه ايه بالديسشارج بتاع السكشن الثالث. بيقول لك ايه بقى؟ احسب الافرج فيلوستي اند الفوليوم فلكس ات سيكشن 3. يعني بيقول لك احسب لي للسيكشن 3 السرعه والتصرف. تمام؟ مع معلوميه ان الديامتر بتاعها بيساوي 25 سنتي. ومزود حته كده يعني ممكن واحد حتى ما ياخدش باله وهو بيحل، فتروح منه جزء من السؤال يعني. از فلو عند 3 ان اور اوت؟ تمام؟ يعني هو هنا بيفتح لنا المجال ان ممكن
يطلع ان 3 على عكس ما احنا متخيلين. ممكن يعني لو انا متخيل ان 3 بتطلع ميه، ممكن 3 تكون بتدخل ميه او العكس. فمهم هنا هو حاطط يعني الكومنت دوت او السؤال ده عشان قبل ما تحل تقدر تتوقع يعني او تعرف ان الجزء ده مهم. طيب هنا بيقول لك يا سيدي، بيقول لك افترض يعني هحل ازاي؟ يعني اول سطر هنا في السوليوشن المساله دي تتحل ازاي؟ انا عايز احسب توازن وانا مش عارف السكشن اللي انا بدرسه الميه داخله ولا خارجه منه، فبالتالي هحسب ازاي؟ يعني ده امر ما ينفعش. ففي الحاله ديت عشان ما انتهش ممكن ما نعرفش نحلها، اول حاجه انك بتفترض شيء. تقول انا هفترض هنا مثلا، بيقول لك انا هفترض ان الباي اللي هي السكشن الثالث ده بيخرج الميه. الافتراض ده ممكن يثبت عكسه وانت بتحل، فترجع تقول لا والله الفرض بتاعي طلع مش مظبوط. طيب انا هعرف الفرض بتاعي صح ولا غلط ازاي؟ تعالوا نشوف. انا دلوقتي هفترض ان السكشن 3 ده الميه خارجه منه مش داخله. يبقى انا في الحاله دي طالما افترضت الميه خارجه، يبقى انا عندي سكشن 1 الميه بتخش، وسكشنين 2 و3 الميه بتخرج. يبقى في الحاله دي Q1 بتساوي مجموع Q2 وQ3. بالطريقه دي اقدر اعمل المعادله البسيطه اللي قدامنا، ان Q1 اللي هي 3 من 10 هنقول ان هي بتساوي Q2 عارفينها بمعلوميه القطر والسرعه، وطبعا احنا كلنا عارفين ان مساحه الكروس سكشن بتاع بايب دائريه هو باي على 4 في القطر تربيع. تمام، هي ديت المعادله بتاعه المساحه. ومهم جدا ما ننساش اليونتس، ما نتلخبطش. يعني لو حد عايز يحط لك وحده بوصه في النص او ايا كان، يعني نبقى منتبهين. هم هنا هنلاحظ مثلا انا عندي الديامتر كان بال 30 30 اهو، لكن لما جيت احطها خليت 3 من 10. ليه؟ لان بقيه الكومبوننتس بتاعت المعادله زي رقم 3 من 10 ده اليونت بتاعته متر، فلما اجي احط 30 سنتي يبقى احطها 3 من 10 عشان يبقى كل المعادله نفس اليونت. طيب انا دلوقتي هعوض في ثلاث حاجات، الكيو 1 حطيتها، الكيو 2 اهيت، مساحه مضروبه في سرعه، يبقى عندي كيو 3 هي المجهول. لو انا الفرض بتاعي صح المفروض كيو 3 تطلع موجب ولا سالب؟ تطلع موجب. انا مفترض ان كيو 3 تطلع ميه بتخرج، عشان كيو 3 تطلع ميه بتخرج يطلع الفرض بتاعي صح، لازم يطلع ان كيو 2 كقيمه كرقم اقل من كيو 1. تمام، يعني لازم يطلع ان كيو 2 بتساوي مثلا 0.2، الحسبه تطلع 0.2، يبقى في الحاله دي ده هيطلع موجب بيساوي 0.1. طيب لو طلعت ان كيو 2، لو انا ضربت الضربيه دي وطلع الرقم اكتر من 3 من 10، طلع مثلا 5 من 10، يبقى في الحاله دي 3 من 10 بتساوي 5 من 10، لازم الإشارة هنا تتعكس. فلازم أقول إن يعني لو افترضنا مثلا إن دي مش 30 سنتي، طلعت 40 سنتي والسرعة يعني 4 أيا كان، فهتطلع هنا الرقم ده هيطلع أكبر من ده، فهقول ساعتها إن والله طلعت الكيو ديت مش بوزيتيف، هتطلع هنا بالنيجاتيف. إذا هروح كاتب هنا كده ملحوظة إن طلع إن الديسيتشارج عند 3 داخل للبايب داخل للشامبر وليس خارجا منه. كده يبقى انا فاهم انا بحل ايه. تمام، بعد ما طلعت الكيو مجرد بس مطلوب التاني دوت، يعني واحد بيحله عشان يلم درجات، فيقول لك ان انا مجرد بس ايه هحط ان السرعه بتساوي دي سي تشارج مقسوم على المساحه، يبقى انا كده عرفت سرعه الميه اللي خارجه. معانا مساله ثانيه، صورة أخرى من صور الـ continuity، إن أنا عندي يعني الشكل اللي عندي دوت إن هو بايب كبيرة متصلة ببايب صغيرة وفي تدرج في النص. الشكل ده اسمه نوزل. ده بمعنى لو الرسمة دي ما جاتليش في السؤال أنا المفروض فاهم يعني إيه نوزل. دي كلمة يعني بتستخدم في الهيدروليكس وفي الفلويد ميكانكس عشان تشير إلى بايب متصلة ببايب تانية وفي تدرج، في تدرج بالشكل دوت يعني خطي في القطر بينهم. يعني لو جت المساله من غير الرسمه انا اعرف احلها. بيقول لك الميه بتنساب ستدي ثرو النوزل ان 1/10 متر مكعب ثانيه وبعدين فاصله، فانا المفروض كده السطر ده افهمه لوحدي. بيقول لك الميه بتنساب بشكل ستدي
ستيدي فلو يعني من خلال النوزل بواحد من 10 متر مكعب ثانية. طبعا كل حاجة في الآخر بتتحول لمعادلة وتعويض، فأنا لازم أبقى فاهم كل رقم هو إيه. هل ده يعني هو بيقول لي المية ماشية، هل دي سرعة المية ولا دي ديسيتشارج ولا ده الدايمتر ولا إيه؟ لو أنا حتى يعني افترضنا أنا مش فاهم الجملة، لما هبص على الوحدات هعرف. فواحد من 10 متر مكعب ثانية يبقى ده الديسيتشارج. تمام؟ هنلاحظ بعد كده حتى واحنا ماشيين، يعني انا كل ده بنحاول نعرف نقرا السؤال. هو هنا بيقول الرقم، نلاحظ ان الرقم دوت اللي هو متر مكعب ثانيه، المفروض انا لما شفت كده فهمت هو ان ده ديسشارج. طب حتى لو انا مش واضح لي قوي، هنلاحظ ان هو بعد كده بيديك كل المعلومات معاه رقم واحد او اتنين. فانا بقول لك دي واحد، وهنا هنلاحظ دي اتنين. طب ليه الديسشارج ما قالش عليه واحد ولا اتنين؟ لان هو بيقول لك ستيدي، هو ماشي مستمر نفس القيمة ما بين النقطتين. فأنا عندي بيقول لك الدي واحد اللي هي القطر عند النقطة الأولى بيساوي كذا، ونلاحظ جدا جدا إن ده رقم بالملي. تمام؟ يعني في الوقت اللي كان فيه الديسشارج متر مكعب كان الديامتر 350 ملي متر. تمام؟ فيبقى أنا عندي الدي واحد 350 ملي ودي 2 120 ملي، أدي دي واحد وأدي دي 2. بيقول لك احسب الأفريج فيلوستي عند السكشن 1 و2. يعني السؤال بقى، هل انا محتاج الرسمه دي في المساله؟ لا. تمام؟ عشان بس ايه نبقى عارفين ومتوقعين يعني. احسب الافرج فيلوستي عند سيكشن 1 و2، الامر سهل جدا، هي مجرد خطوه واحده. انا عارف ان كيو بتساوي السرعه اللي هو مطلوبه، السرعه بتساوي كيو على ايه، فادي كيو هقسمها على الاي. طبعا علشان احنا قلنا احنا عارفين الوحدات ان ده ميلي، فرحنا ايه قاسمينه على 1000، ف 350 طلعت 0.35. ادي الاريا وده الديسشارج، نقسمهم على بعض هيطلع لنا من هنا السرعه، نفس الكلام من هنا يطلع لنا هنا السرعه. طيب هل لو انا عوضت وطلع لي، يعني هل في اي احتمال ان السرعه عند القطر الضيق تطلع اقل من السرعه عند القطر الكبير؟ طبعا لا، طالما نفس الديسشارج يبقى كل ما القطر يصغر السرعه تزيد. ده يعني معلومه بديهيه لاي حد درس الكونتينيوتي. طيب نفترض ان واحد بيحل ولسبب ما كده ما نفهموش ايه هو، طلعت السرعه عند القطر الضيق اقل من السرعه عند القطر الكبير. طبعا ده غلط. طيب لو انا يعني طلعت مني الغلط دوت ومش عارف اصلحه، لازم اكتب بوضوح ان انا عارف ان ده غلط وده الكلام ده مش معقول، وانا مثلا ما عنديش وقت ارجع احله او اعيد او ايا كان. فلازم نبقى احنا متوقعين الارقام والقيم بتاعتها، لازم ما يطلعناش ارقام سالب، لازم السرعات تبقى ارقام معقوله، الاقطار ما ينفعش مثلا بايب قطرها كذا 100 متر، يعني حاجات زي كده. لان يعني شتان ما بين ان الواحد يكون بيصحح ورقه ويظن ان الطالب اخطا في الحل في الحسابات، وما بين ان هو يظن ان الطالب ده يعني عايش في كوكب سرعة المية فيه بالسالب مثلا. تمام؟ معانا هنا مسألة أخرى. أنا هنا عندي المية يعني المسألة هنا الرسمة بتوضح لنا زي خرطوم أو بايب متدرج القطر طالع من النقطة A ووصل للنقطة B. لو نقرأ المسألة مع بعض، يقول لك المية بتتحرك من النقطة A للنقطة B، ومدي لك الديامتر عند النقطة A، ومدي لك الديامتر عند النقطة B. يعني المسائل اللي زي ديت اللي هي هنلاقي فيها أرقام كتيرة ديت وفيها رسمة، مفتاح الحل أو يعني أحد مفتاحي الحل ليها إن أنا أعرف أقرأ كل معلومة بتخص إيه. نبص إحنا معانا كام رقم؟ ادي 3 من 10 و6 من 10 و37 وهنلاقي معانا 6.7، وفي كونسيدرنج حاجه هنا لازم نبقى عارفينها. تمام؟ وبعدين فايند ايه، ولسه معانا شويه ارقام هنا كمان في الرسمه. لو انا ما قدرتش اقرا المعلومات دي كلها مش هتعرف تحل، مش هتعرف تحل المساله. ليه بقى؟ ان المساله اللي زي دي اللي فيها لوس اوف انرجي، يعني دي المسائل بتاع برنولي، احنا فاكرين معادلة برنولي ده النص بتاعها. نلاحظ معادلة برنولي فيها بارامترز كتيرة، فيها بريشر هيد وفيلوستي هيد والإليفيجن هيد اللي هو البوتنشال هيد عند النقطة الأولى والنقطة الثانية.
ده غير الهيد لوس. البارامترز الكتيره دي لما بتيجي مساله برنولي بيبقى انا جزء كبير من الحل ان انا اعرف اطلع الفاليو بتاعت كل بارامتر من المساله. عايز اعرف دي في بتاعت انهي فيهم، ده الاتش بتاعت انهي فيهم، ده الزد بتاع انهي، ده الجاما بتاع، وهكذا، والا مش هتنفع الحل يعني. فلو بصينا المساله هنا يعني هي سهله جدا بس مش تعويض مباشر قوي، في اجابه خمسه صغ يعني تفكير يعني. انا هنا عندي الضغط عند النقطه ايه يعني، دي المعادله، المعادله بتاعت بي على جاما زائد في سكوير على 2 جي زائد زد بالنسبه للنقطه الاولى بيساوي بي على جاما زائد في سكوير على 2 جي زائد زد بالنسبه للنقطه الثانيه. ده طبعا في حاله ان انا ما عنديش هيد لوسز، وديت المعادله بتاعت يعني الانرجي ما بين النقطتين. طيب بنقرا بقى المساله ونحاول نطلع واحده واحده. يقول لك ايه؟ ان الميه بتنساب من النقطه ايه اللي قطرها 3/10، يبقى انا هنا 3/10 متر ده الدايمتر بتاع النقطه دي، متحركها الى النقطه بي اللي الدايمتر بتاعها 6/10. تمام، انا كده معايا الاريا الدايمتر ده، انا كده عرفت الاريا بتاعت المدخل والاريا بتاعت المخرج. at rate of كذا، جميل جدا. يبقى انا اذا معايا المساحه عند البدايه والنهايه، ومعايا كمان الريت اوف. دي يعني ايه ريت اوف؟ يعني ديستشارج. تمام، لازم نبقى فاهمين عارفين الحاجات اللي زي كده. ريت اوف كذا ديستشارج. طب انا مش عارف ريت اوف، عندي هنا متر مكعب ثانيه، نعرف منها ان ده ديستشارج. كويس، جميل. انا دلوقتي معايا الاريا والفيلوستي، يبقى انا كده برضو ضمنيا انا لسه كل ده عمال اقرا السؤال، يبقى انا كده معايا ايه؟ معايا السرعه. جميل، طيب تفرق معايا في ايه؟ او يعني انا كده ايه اللمبه اللي نورت عندي؟ اللي نور عندي ان معلم برنولي ما فيهاش ديستشارج اصلا، يعني هو الريت اوف اللي هي الديستشارج ده، انا هنا مش معايا ديستشارج في المعادله، ما فيهاش ديستشارج، بل المعادله ما فيهاش دايمتر. نبص كده، فهاش. يبقى انا اذا كل المعلومات اللي انا لسه قاريها لغايه دلوقتي دي، سواء الدايمتر او الديستشارج، هي مجرد اداه علشان اطلع، يعني انا هنا مش بطلع الارقام واحطها في معادله برنولي، ده انا هطلع الارقام واعمل معاها حاجه بسيطه عشان اطلع البارامترز بتاعت معادله برنولي. طيب يقول لك البريشر هيد عند ايه؟ از 6.7 متر. طيب نبص تاني تاني، البريشر هيد عند ايه؟ ادي ايه اهي؟ اذا بيقول لك 6.7 متر. اجي ابص عند ايه؟ الاقي 3 متر. طيب ايه بقى اللخبطه دي؟ هو عند ايه؟ 3 متر ولا 6.7؟ الحقيقه مفيش لخبطه ولا حاجه. لازم نبقى فاهمين البريشر هيد عند ايه از 6.7. هو هنا بيكلمك على البريشر هيد. طب وايه الثلاثه دي؟ الثلاثه دي ليست بريشر هيد، الثلاثه دي هي البوتنشال هيد. احنا طبعا فاهمين معادله برنولي اما بيكلمك عن التوتال هيد، هو بيقول لك ان انت عندك بريشر وفيلوستي وبوتنشال. طيب وبما ان كلهم هيدز فاذا كلهم بالمتر، يعني انا كلمه 6.7 متر، متر دي ما تخدعنيش، متر دي ما تخدعنيش اظن ان الاليفيجن بتاع ايه هو الرقم ده، لا ده الهيد بتاع البريشر. جميل، طيب فهنا بيقول لي البريشر هيد عند ايه؟ هو 6.7. طيب البريشر هيد في معادله برنولي اللي هو ايه بقى؟ بما ان انا عندي كلمه بريشر يبقى اذا هي البي، اليس كذلك؟ لا ليس كذلك، البريشر هو البي، انما البريشر هيد هو البي على الجاما مع بعض. تمام، لان البريشر عمر ما الوحده بتاعته تكون متر، صحيح؟ دخلنا البريشر وحداته يا اما بتبقى بالباسكال يا اما بتبقى بالنيوتن على المتر مربع. ايه اللي يخلي البريشر وحدته متر؟ ان هو يكون هيد، بريشر هيد مقسوم على الجاما. طيب يبقى انا اذا لما يقول لي البريشر هيد عند ايه از 6.7 متر، يبقى انا فهمت هنا ان لما نيجي نعوض في المعادله دي، هو اداني البي على جاما مع على بعضها، اداني الاثنين دول مع بعض ان هو بيساوي 6.7. وبعدين بيقول لي considering no loss of energy ما بين A وB، يعني ايه السطر ده؟ considering no loss of energy معناها ان اصلا الصيغه دي من صيغه المعادله ناقصه حته، ناقصه ان انا اقول زائد الهيد لوس هنا وكده.
ليه المعادلة كاتبينها من غير زائد هيد لوس؟ لأن هو قايل لي في مسألة considering no loss of energy. في مسائل تانية هنلاقي إن إحنا لأ، إحنا مش بنفترض النو لوس، إحنا بيبقى عندنا لوسز. آخر حاجة بنقراها في السؤال هي find the pressure head at B، يعني المطلوب إن إحنا نحسب البريشر هيد at B. أنا دلوقتي ناخد بالنا، هو ما بيقولكش find the pressure، the pressure head. فرجاء لازم الواحد لما يحل مسألة يبقى فاهم المطلوب. يعني صحيح انت لو طلعت البريشر يبقى انت يعني انت فاهم الحل وعارف تعوض، بس مش ده المطلوب. خليش مش عايزين ننقص درجة على حاجة يعني مش مهمة يعني. طيب نحل المسألة. هنقول ان احنا عشان نحل المسألة عايزين نطلع البارامترز، وانا هستخدم المعلومات اللي عندي. فانا اذا عايز اطلع السرعة عشان احل الجزء بتاع الكينماتيك هيد. هقول ان انا عايز السرعة عند ايه؟ السرعة عند ايه بتساوي الديسشارج ده مقسوم على الاريا. فهعوض معادلة بسيطة بتاعت الكونتينيوتي اللي احنا لسه واخدينها، هيطلع لي السرعة عند ايه بتساوي 5 متر في الثانية. وبعدين اعوض في نفس المعادلة عند بي، هيطلع لي السرعة 1.3. ونلاحظ ان النتيجة ديت منطقية. انا هنا عندي السرعة عند A والسرعة عند B، هعوض فيهم. اسف انا معايا هاخد الرقمين دول بقى، دول اللي اقدر اخدهم واخش بيهم في المعادلة. جميل. انا برضو من الجيفنجز اللي معايا اللي هو هنا انا لما هعوض هقول ان البرجر عند A تقريبا دي مكتوب معذرة ده الحل، بس ديت معذرة دي مش ايه دي بي معذرة. يعني انا المفروض هنا هحل المسألة هحط البريشر هيد عند ايه 6.7، فهحط هنا 6.7 زائد، واروح واخد الخمسة دي اطلعها هنا، وبعدين الزد عند ايه هو هحط هنا 3 متر، فهحط هنا 3 وهعوض في الفيلوستي هنا مستخدما الخمسة ديت، وعندي ال 6.7 هحطها هنا. كده انا عندي هنا مجموع الهيدز المختلفة عند النقطة ايه، هسويها بمجموع الهيدز عند النقطة بي. اسويها ازاي؟ انا عندي البي بي على الجاما، ده المطلوب اصلا، فايند ذا بريشر هيد عند بي. فانا هقول بتساوي، واسيب دي زي ما هي لان ده المطلوب، زائد هجيب ال 1.3 واعوض بها هنا. اما بالنسبه للزد بتاعت بي فانا هاخد ال 7.6 احطها هنا، هعوض في المساله هيطلع لي البي بي على الجاما اللي هي دي هتساوي 3.2. معايا مساله ثانيه. المساله ديت نقراها كده مع بعض. خدنا مع بعض قبل كده ان الشكل اللي احنا شايفينه في الرسمه ده اسمه سيفون. الفكرة في المسائل دي غالبا ان انا بيبقى عندي هنا تانك في شيء، وانا بطلع السيفون ده بيتم شفط السائل ده عشان يتم تفريغ هذا الخزان. لو نقرأ المسألة عشان نقدر نفهم المعطيات اللي عندنا. عندي هنا 50 ملي ديامتر سيفون اللي هو دوت. عندي هنا القطر بتاع البايب، يعني انا المفروض برضو بنفس الكلام اللي احنا بنقوله احنا عايزين نفهم المعطيات اللي عندنا. انا هنا اول حاجه عندي في المساله بيقول لي 50 ملي ديامتر سيفون، يعني مقصود بيه القطر بتاع هذه البايب. از دروينج اويل، يعني بيفرغ الزيت، يعني هنا في فلوينج للزيت، ومدينا السبيسيفيك جرافيتي بتاعته. من اويل ريسيرفوار، اويل ريسيرفوار اللي هو ده الخزان دوت، هو الريسيرفوار. يعني نلاحظ بعد كده يقول لك ايه، لو الهيد لوس من النقطة 1 إلى النقطة 2 بتساوي كذا. يبقى أنا هنا ما عادش ينفع أفترض نو هيد لوس في أثناء التعويض في معادلة برنولي. نلاحظ هو أنا بيقول لي الهيد لوس من النقطة 1 للنقطة 2 بيساوي كذا متر. أند فروم النقطة 2 للنقطة 3، أدي 2 وأدي 3، الهيد لوس بيساوي كذا. المطلوب احسب الديسشارج بتاع الزيت عند السيفون.
والضغط والاويل بريشر عند النقطة 2. يعني بيقول لك ادي المعطيات اللي معاك، مدي لك قطر البايب اللي موجودة، مديك فرق في الرسمة هنا، مديك فرق المنسوب ما بين 1 و2، وبرضو في الرسمة مديك فرق المنسوب ما بين 1 و3. يعني انا هنا عندي 2 ديستانسز ما كانوش موجودين في المعطيات اللي في الرسمة، فده مهم يعني يبقى فاهمين ان الرسمة بتدينا معلومات اضافية. المطلوب حساب الديسي تشارج يعني الكيو، كيو اللي خارجه. طيب نلاحظ كده ان انا عندي في المساله اكتر من حاجه، عندي نقطه هنا على السطح، وعندي نقطه هنا فوق، وعندي نقطه هنا عند المخرج. فاكرين لما قلنا انا المفروض انقي النقط اللي عندي معلومات ليها اكتر؟ نفس الكلام هنا. نبص كده على الثلاث نقط دول، 1 و2 و3. المطلوب الاخير عندي مطلوب الديسشارج. الديسشارج فين؟ 1 ولا 2 ولا 3؟ احنا فاهمين الديسشارج ثابت هنا، فالديسشارج عند 3 وعند 2 1. احنا لسه فاكرين ان معادلة برنولي ما فيهاش ديسشارج، فلما يبقى مطلوب مني الديسشارج والمعادلة ما فيهاش ديسشارج، يبقى انا بعوض المعادلة عشان اطلع الفيلوستي، وبمعلومية القطر اطلع الديسشارج. تمام، انا كده بوجه نفسي، طالما قال لي فايند ديسشارج يبقى انا على طول رايح احسب السرعه. جميل، ادي المعادله اللي معانا اهي كاتبينها. بس نلاحظ حاجه، المعادله بتاعتنا ما بين نقطتين، صحيح؟ اي معادله يعني بنعوض فيها تبقى ما بين نقطتين. فالسؤال انهي نقطتين من الثلاثه؟ عندي 1 و2 و3. انا عايز احسب الفرق الهيد انرجي هيد ما بين الاثنين. انا المفروض عندي حرية، يعني اخد انا هختار النقط اللي عندي فيها داتا اكتر عشان اقدر اعوض واشيل الحاجات مع بعضها لغاية لما اطلع المجهول. اكتر حاجات عندي فيها معلومات هي النقطة 1. ليه؟ نقطة 1 معرضة للضغط الجوي، فانا كده اقدر انا كده قبل ما احل المسألة انا فاهم ان الضغط عند 1 دي بيساوي 0، فده هيشيل من عليا عبء ان انا ادخله في المعادلة. نفس الكلام بالنسبة للنقطة 3، الضغط عندها ضغط جوي فممكن حذفه. جميل، يبقى نرجع للمعادلة بتاعتنا. يبقى بما ان 1 و3 هما اكتر نقطتين عندي فيهم داتا، فيبقى هما دول اللي انا هعوض فيهم. عشان كده هنلاقي المعادلة هنا مكتوبة مش ما بين 1 و2، لا مكتوبة بين 1 و3. البريشر هيد والكيناماتيك هيد والبوتنشال هيد النقطة 1، ونفس الكلام بالنسبة للنقطة 3. هنيجي نعوض، خلاص قلنا الضغط عند 1 بيساوي 0، فهحط تحتها 0. كنا اتكلمنا قبل كده ان بيبقى في تانك بيفرغ في بايب، فنتيجه فرق السرعه الكبير ما بين الاثنين يمكن افتراض ان السرعه بالنسبه للتانك بتساوي 0. على الفرضيه ديت هنشيل البارامتر ده برده، الكومبوننت دي هنشيلها، ونفترض ان السرعه بتساوي 0. طيب يبقى لنا ايه من الطاقه، عناصر الطاقة بالنسبة للنقطة 1؟ يبقى أن البوتنشال، نلاحظ أن النقطة 1 موجودة ومكتوبة بوضوح هنا على ارتفاع 5 متر من النقطة 3. يبقى أنا هنا هقول 0 زائد 0 زائد 5، أدي مجموع الهيدز عند النقطة 1. طيب لما هاجي بقى أحط الناحية التانية النقطة 3، إحنا قلنا الضغط عندها ضغط جوي فيبقى الكومبوننت دي بصفر. السرعة عندها هي دي اللي انا بدور عليها عشان اطلع منها الديسي تشارج، فانا هقول ان السرعه هنا دي هنحطها السرعه سكوير على 2 جي اهيت، زائد بما ان انا بقارن النقطه 1 بالنقطه 3 فيبقى الزد عند 3 هو ده الديتم بتاعي، بما ان هو الديتم فانا هاخده بصفر. كلمه قيمه الزد دي بتبقى ما نتيجه الديتم فين. هناخد بالنا لو سمحتم، يعني لو انا ما عايز اشوف النقطة بقارن بين 1 و3، يبقى 3 هي يعني فكرة ان زد 3 بتساوي 0 سببها ان انا واخد عندها الديتم وانا بحل المعادلة دي، وعشان هي عندها الديتم فزدها بصفر، وعشان هي عندها الديتم فالزد بتاع 1 بتساوي 5. طيب يبقى اخر كومبوننت هو الهيد لوس. انا هنا مديني بيقول لي هيد لوس ما بين 1 و2 ومديني قيمته، وما بين 2 و3 ومديني قيمته. يبقى انا عندي لما هقول من 1 ل 3
بجمع الاثنين لوسز مع بعض ويبقى ده التوتال هيد لوس ما بين 1 و3. هنعوض في المعادله تعويض مباشر، هيطلع منها المجهول الوحيد اللي هو في 3، يطلع لي ان في 3 او السرعه عند النقطه 3 هنا بتساوي كذا 4.645 متر على الثانيه. طبعا الوحدات مكتوبه عشان يعني اهميه شديده لان الوحدات تبقى مكتوبه. بمعلوميه السرعه تتضرب في القطر يطلع لنا الدي سي تشارج، وهو ده المطلوب الاول. تمام، لازم كده نوضح ان طلعنا مطلوب وهو ادي المطلوب الاول. هل كده مسألة خلصت؟ لا، لسه فاضل حاجة كمان. بيقول لك هات لي ضغط الزيت عند النقطة 2. الجملة دي معناها انه بيقول لي ارجع تاني عوض في معادلة برنولي، بس استخدم النقطة 2 كأحد طرفي المعادلة. ما هو ده ضروري عشان نعرف البريشر عند 2. طيب، لما هنيجي بقى هنلاقي نفسنا عدنا المعادلة تاني بس ما بين 1 و2. لما هنيجي نعوض نفس الكلام، البريشر عند 1 بصفر، السرعة عند 1 ما زالت بصفر، الزد عند 1 بـ5، لأن احنا برضو الداتا ما هو هو. لما نيجي بقى نحط الكومبوننتس بتاعت نقطة 2، هنحط هنا البريشر بتاع 2 مش هيتشال، لأن هنا الضغط ليس ضغط جوي، فما فيش ما يبرر إن احنا نشيل الضغط، هيفضل الضغط موجود. زائد هنا السرعة، السرعة جبناها منين؟ السرعة هي نفس السرعة عند 3. ليه؟ لأن الديامتر 1 والفلوس دي، تمام؟ فيبقى إذا نفس السرعة اللي طلعناها من 3 هنعوض بيها في 2. نلاحظ طبعا واضح إن إحنا لو كنا ما اخترناش الترتيب ده في الحل، ما اخترناش 1 وبعدين 3 مع بعض وبعدين نروح لـ2، كنا مش هنعرف نطلع المجاهيل اللي بندور عليها، لأن كان هيبقى عندنا 2 مجهول، الضغط عند 2 والسرعة عند 2. دلوقتي السرعة عند 2 جبناها من الحل بتاع المعادلة الأولانية. طيب هنا بقى هنعوض بالسرعة. الزد عند 2 بيساوي كام؟ الزد عند 2 ما ننساش إن إحنا واخدين الداتا عند 3، وبالتالي يبقى الزد عند 2 هو مجموع الزد دي زائد الزد دي، الاتشين دول مع بعض. علشان كده لما نيجي نعوض في الزد بتاعت 2 هنعوض ب2 ب7 متر. يعني رغم اني بحل المعادله ما بين النقطه 1 والنقطه 2 اللي هما الفرق بينهم 2 متر، الا ان الزد مش هيبقى 2. الزد دي مش هتبقى 2، الزد دي هتبقى 7. اخر حاجه هيبقى معايا اللي هو الهيد لوسز. الهيد لوسز هحط بس الهيد لوس ما بين النقطة 1 و2 اللي هي 1.5 متر. المعادلة ديت عندي ما فيهاش غير مجهول واحد اللي هو البي 2 على الجاما. البي 2 على الجاما هيطلع لي بماينس بـ4.6. طيب القيمة طلعت ماينس، هل ده معقول؟ سؤال مهم. معقول الضغط يطلع سالب؟ الحقيقة معقول، معقول جدا كمان. في المسائل السيفون دي الطبيعي لازم الضغط يطلع سالب، لان هو ده اللي بيخلي فيه استمراريه للفلو. اللي بيخلي الميه تطلع من النقطه 1 للنقطه 2 ان 2 عندها ضغط سالب، فعشان كده الميه بتطلع. لو كانت 2 ضغط موجب ما كانش ميه هتعرف تزق. طيب بعد ما طلعنا بي 2 على جاما، انا طبعا مطلوب مني، لو كان المطلوب مني البريشر هيد يبقى انا كده طلعت الحل خلاص. هو ده البريشر هيد. بس لو بصينا على المسألة هنلاقي بيقول لك ايه، طلع البريشر عند النقطة 2، ما قالكش البريشر هيد. يبقى أنا محتاج أضرب الرقم ده في ايه؟ في جاما. بس جاما بتاعت ايه بقى؟ بتاعت الزيت. جاما بتاعت الزيت هي السبيسيفيك جرافيتي بتاعته ديت مضروبة في الجاما بتاعت الوتر. هنعمل الضربية ديت يطلع لنا الضغط عند نقطة 2. وطبعا الوحدة الطبيعية للضغط اللي هي نيوتن على متر مربع أو كيلو نيوتن على متر مربع عشان الأصفار يعني. تمام؟ بس كده، فأدي كده المسألة خلصت، سواء بقى يعني هنا ومديك بس حرية اختيار اليونتس، هي مش فارقة يعني. معانا كمان مسألة هنا، مسألة بسيطة إن شاء الله.
المسألة هنا بتقول لي أنا عندي زي الحوض اللي انتوا شايفينه دوت، وفي الفتحة عند واحد. الحوض دوت جواه الفراغ ده بيتعرض لضغط، أو الهواء ده متعرض لضغط، الضغط اللي هو 75 كيلو باسكال، وبعدين في مية بارتفاع 3 متر قبل الفتحة. بيقول لك في لوسز عندي مقدارها 1/10 متر. المطلوب حساب سرعة خروج المية عند النقطة واحد، عند النقطة A، مع ملاحظة إن البارومتريك هيد 750 ملي زئبق. تعالوا نشوف الكلام ده مع بعض، يعني المعادلة الجميلة بتاعتنا. وطالما قال في المسألة لوسز، يبقى أنا هخلي هنا الكومبوننت بتاع الهيد لوس معايا. هنيجي نعوض، هنعوض ما بين، نلاحظ هنا النقطة اللي على وش الفلويد ديت اللي اسمها بي، وهنعوض فيها مع النقطة عند A. ليه؟ أنا هنا عندي داتا وعندي هنا داتا، أنا في الآخر بحل المسألة علشان أدور على المجهول اللي هو السرعة عند A. لما أجي أحلها، أنا هنا عندي معلوم الضغط، الضغط عند B معلوم اللي هو 75 كيلو باسكال، أحطه هنا على الجاما، تمام، زائد صفر. هنا بنفترض ان السرعة بتساوي صفر، لان نفس الكلام اللي قلناه، يعني تانك بيفرغ من فتحة، زائد الزد. الزد هنا بتساوي 3 متر اللي هي الارتفاع دوت، كويس. انا هنا كل دوت بالنسبة للنقطة بي اللي هي نقطة على وش الفلويد، تمام، واقول ان ديت بتساوي، هعوض في نفس المعادلة بس عند النقطة A، تمام. انا هنا في عندي البارومتريك ريدنج ديت، هنا انا يعني هنا المساله بتفترض ان انا عندي مقياس للضغط موجود عند النقطه A، ماشي، مفروض هنا كده موجود، يمكن مش مرسوم بس هو يعني طالما مذكور هنا يبقى البارومتريك هيد. القرايه بتاعت الضغط عند النقطه A هي بيقول لك 750 ملي زئبق، تمام. فأنا عندي الضغط عند النقطة إيه، أو البريشر هيد يعني بيساوي الضغط على الجمة. الضغط طالما قال لك كذا، يبقى عندي هنا الضغط بيساوي رو جي اتش. في الحالة ديت أنا بستخدم، بما إن ده زئبق فأنا حافظ إن الوزن النوعي بتاعه 13.6، تمام، بضربه في الجمة، بضربه في الاتش اللي هو مدينها لي. هو بيقول لك قراية الاتش يعني 750 مللي اللي هي 0.75 متر. كل الثلاثة دول مع بعض هو ده البي أو البريشر اللي هي رو جي اتش مع بعض، بعدين بقسمها على الجوما اللي هي سواء 9.8 أو 9.971، زائد الفي السرعة عند إيه، دي اللي أنا بدور عليها أصلا، مقسومة على 2 جي، زائد بما إن أنا واخد الداتا عند إيه فيبقى الزد بتاعته بتساوي صفر، زائد الهيد لوسز اللي هو مديينها لي، بعوض في كل دوت بيطلع لي في الآخر السرعة عند إيه بتساوي 2.66 متر على الثانية. تقريبا دي اخر مسألة معانا. ديت مسألة احنا كنا خدناها في المحاضرة، في محاضرة سابقة، انا بس بعيدها هنا، اللي هي بتقول الفلو عبر الويرز. هنا يعني الفكرة في المسائل اللي هي الويرز دي كلها او الاورفيسز، ان بيبقى عندي في المعادلة الكوفيشنت دوت، هو يعني المعادله بتبقى انا عارفها بس بناقصني الكوفيشنت. الكوفيشنت باخده جاهز في المساله، تمام، فانا بعوض. المعادله هي معادله لتقدير الديستشارج اللي خارج، بتبقى فانكشن في الاتش، وطبعا الجيفن بتاعي هو الكوفيشنت اوف ديستشارج، اتكلمنا عنها بالتفصيل في المحاضره الاخيره، تمام. هنا مثلا كان ده مثال لمسألة أنا اللي عايز أطلعه فيها هو الـ H بتاع المية الأقصى اللي ممكن يبقى فوق الهدار، ويعني بغض النظر عن التفاصيل، أنا مهتم بس في المسألة هنا إن أنا أوضح إن النوع ده من المسائل بيبقى المعيار فيه إنك تبقى حافظ المسألة، وأنا وضحت لكم أنهي حاجات اللي بتبقى محفوظة ومهمة يعني.